ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التمارين اللي تلعب على الهدف واللي الغاية منها تطوير الأداء الفني فقط، هي التمارين اللي تراها في الشكل اللي أمامك، تمارين ما بيها ضغط على اللاعبين، وإنما اللاعبين ينفذون الحركات المطلوبة من دون ضغط، أي بين قوسين نظر، ونتفق على هذه التسمية، هو تدريب الأداء الفني لمهاجمة الكرة العكسية في هذا المثال بالضبط. لأن السائل من تونس يسألني عن قال إنه إحنا تغيرت عندنا المصطلحات كثير. نعم، هناك فروق في المصطلحات التي تستخدم بالدول العربية، نحاول توحيد هذه الفروقات، خصوصا إن الثقافات مختلفة، في ثقافة إنجليزية ألمانية، في ثقافة فرنسية، وكل الثقافات محترمة وطيبة بالنسبة للمدربين العرب إذا اجتمعت وقدمت خدمة مثالية من كل هذه الثقافات إلى المدربين العرب، سواء المدربين المتقدمين أو الذين هم في طور تقدم. فالدلو بدلو الإنسان في بئر المعرفة يجب أن يخرج ماء زلال ويقدم للناس، هكذا هي المعرفة، مثل البئر اللي الإنسان اللي بيدلو يطلع يشرب من عنده ويعطي يسقي الآخرين حتى يسقي الله إن شاء الله في يوم الفزع الأكبر. إحنا نحاول نوحد المصطلح بما يرضي الجميع عشان يصير عندنا مصطلح عربي. ليش ما عندنا مصطلح عربي؟ لماذا نحن لا نملك مصطلح عربي موحد في الألعاب الرياضية يستخدمها المدربين والمحللين والمعنيين والأساتذة والأكاديميين، ويكون يعني نور ساطع في هذه الأمة الطيبة؟ وعندنا مدربين عرب كثار يحبون المعرفة ويحبون التطور، هذا أسميه أنا تطوير الأداء الفني لما يعرف بمهاجمة كرة عكسية، لا منافس ولا ضغوطات على اللاعبين. زين، التمرين بسيط، مجموعتين من اللاعبين، مهاجمي الأساسي، مهاجمي الاحتياط 12 و13، وعندي 7 و6 من هنا، وعندي من اليسار 11 و8، وعندي مدرب أول ومدرب ثاني عندهم مجموعة من الكرات يعتبرون مغذين. نعم، ضعف المدربين هنا لأن هذا تدريب مجرد بالنسبة لنا. وهاي التمارين طبعا أوروبا يعني تعشقها كثير، تكرر على هذه الفعاليات بمساعدة المدربين. فالمدرب الأول يلعب كرة إلى 7 بالوان تاتش إلى 6 بالوان تاتش إلى الجناح، من صعب الكرة 7 شفاق ما فوق 7، نفس الوقت يكون نفس لعب الكرة من قبل 6 إلى منطقة الجناح إلى اللاعب 7، كذلك يتحرك اللاعبين 10 و9 و6 لمهاجمة الكرة العكسية اللي راح تلعب من قبل 7 يضع الكرة في البوكس. شوف توزيع اللاعبين 7 9 و10 و6، أنا دائما أريد 6 خارج منطقة الجزاء، يعني يترك هذا الفراغ اللي بين 10 وبين 9. لماذا؟ لأن في أحيان كثيرة هناك مشكلة في رفع الكرة بطريقة عكسية عالية لأن مدافعين كثار هنا، فيصير أنه اللاعب رقم 7 يقطع الكرة على الأرض للاعب 6 حتى يصوب على الهدف، يكون اللاعب 6 لاعب الثالث الجاي من الخلف بام يضعها بالهدف، وما في تسلل لأن هناك مدافعين، قلت أنا مدافعين مراقبين وغير مراقبين، تعرف أنت التكتل الدفاعي الآن محصور يكون بين المدربين دول الاثنين. فخذ بالاعتبار من الدرب بدون ضغط، خذ بالاعتبار تخيل مالك على الحالة اللي يكون بيها الوضع، هذا تدريبي في اللعب، لاعبين كثار
فإحنا صحيح ده نلعب وده نطبق بدون منافس، لكن تحريك لاعبين التسعة والعشرة والدعش أو 12 و13 و8 يكون وفق تخيلنا للحالة أثناء اللعب. فهذا كله أنا أسميه تكنيك، تكنيكال أسبكت، مفاهيم فنية وضع بين قوسين هو تطوير الأداء الفني سواء في هذه الفعالية أو في فعاليات أخرى. فيتم التمرين بهذا الشكل، ثم من جهة اليسار ثم من جهة اليمين ثم من جهة اليسار ثم من جهة اليمين وهكذا. أي إضافات أخرى أنا بالنسبة لي غير محببة، أفضل أنه يثبت هذا، تثبت هذه الحركة، 9 يروح البعيد 10 يروح للقريب والست يكون خارج قوس الجزاء أو داخل قوس الجزاء للمشاركة بالمثلث الهجومي على الهدف. فعندنا منطقة وسط، منطقة تعمود قريب ومنطقة تعمود بعيد، وهكذا إلى جهة أخرى يتوزع اللعب. تذكر أنه الهم الأول والأخير بنقاط التدريب هو سرعة الأداء والنتيجة. شنو النتيجة؟ أريد هدف. لماذا أريد هدف؟ يعني في كرة القدم لا يمكن أن تقول أريد هدف في المباراة مع كل هجمة، لا، أريد هدف لأن يعني اللاعبين الآن من دون ضغوطات، فاللاعب تسعى الآن بالرأس فرصة جدا وضحها بالهدف، لكن إذا الفرصة صعبة عليه يمكن أن يقدمها الكرة يصير أسيست ويقدمها إلى 10 أو إلى 6 بستة يصور وهكذا. يعني دائما خذ المفاهيم الكروية في الفعالية وضيفها بما يعرف بالكوتشينج بوينت. فأهم شيء بالي يعني أنا دائما أقول أهم شيء في هذه الفعاليات هي التوقيت، توقيت الأركان، أي توقيت ركض سبعة، توقيت ركض المهاجمين المركزيين ولاعب الوسط ستة. يجب أن يصلون دول اللاعبين الثلاثة إلى أماكنهم بالوقت المناسب وللمكان المناسب، ويجب أن يلعب سبع الكرة بالوقت المناسب عشان تلتقي الكرة مع اللاعبين. لا أريد يسموه لا أريد ليت حركة متأخرة، ولا أريد إيرلي حركة مبكرة، أريد توقيت جيد. ولهذا أنا أفردت محاضرة عن توقيت الأركان كرة القدم وأهميتها في تطبيقات التكتيك. فمن أين يأتي التكتيك العالي؟ من أداء فني عالي. اللاعبين اللي أثمانهم بالملايين يتدربون على الأداء الفني من مراكزهم. لاعبين على مستوى العالي، يعني الحين عندك لاعب مثل ميسي الأداء الفني ماله راقي. زين، هل أنت مدرب ميسي ما تدرب أداء فني؟ لا، هو الوحيد اللي تدربه. الأداء الفني يعني يمشي مع اللاعب في حياته من هو 14 سنة لما يوصل محترف ويقضي له 15 سنة بالاحتراف أو 10 سنين أو 7 سنين حسب الوضعية، وهو يؤدي الأداء الفني أو التدريب على الأداء الفني، لأن الأداء الفني هو تذكير للذاكرة وتذكير للعضلات. فالأداء الفني مهم، هاي التمارين مهمة بدون منافس. واحد يقول أوكي أقدر أضع منافس، تقدر تضع منافس، لكن المنافس في مثل هذه المناسبات يغير من العنوان التدريبي، يسوي الفعالية تحت الضغط. أوكي بعد فترة من هذا الأداء اللي بدون ضغط صحيح وضع منافسين اثنين عشان يصير التمرين باتخاذ قرار، لأن الفعالية هاي ما فيها اتخاذ قرار كبير والبحث عن اتخاذ قرار، لأن ما في أمام سبعة إلا ثلاث خيارات، أما 10 أو 9 أو 6 ما عنده ضغوط، يلعب 10 يلعب 9 يلعب 6 هو حر وبيده مفتاح تحقيق نتيجة جيدة. لما يجي مدافعين يدخلون بمنطقة الجزاء هنا يدخل اتخاذ القرار. من أين اتخاذ القرار يدخل؟ يدخل من قبل 9 أو 10 أو حتى 6. فحركة اللاعبين 10 و9 و6
في هاي الفعالية سهلة ومعروفة وما تحتاج تفكير، لكن من يدخلون منافسين على 9 و10 الآن أن يتخذون قرار باتخاذ الموقف سميناه المكان المناسب لمهاجمة الكرة العكسية. قد يروح 10 باتجاه ثم أثناء لعب الكرة من قبل 7 يغير الاتجاه، شوف تصير حركتين داخل منطقة الجزاء بينما هنا حركة 9. قد يروح لهذا المكان ثم وإذا به ينطلق للست ياردات، حركتين صارت، والستة كذلك يتطلب من اتخاذ الموقف اللي ينطبق مع ما يعرف بالابتعاد عن تغطية المدافعين. آمين وفق المولى، أسأل الله لكم الصحة والعافية، وإن شاء الله في يوم من الأيام تجدون أن ما أقول صحيح، هذا صحيح. ركز على هذه الفعاليات بدون منافس، ابدأ بدون منافس، اعطي تكرار منطقة الجزاء، لا تفكر باللياقة البدنية، فكر بتطوير الأداء الفني لمهاجمة الكرة العكسية. 7 و6 ممكن يأتي بالتدريب رقم 3 مرة يأدي 7، رقم 2 مرة يأدي الظهير، وهنا ممكن أن يأتي في التدريب رقم 3 مرة يأدي 11 مرة يأدي 3، وهكذا تكون الفعالية جيدة وهي الحقيقة جلوبال عالمية. كل الفرق تقريبا بالعالم تأخذ بالأسبوع مرتين على مثل هذه التدريبات اللي باتجاه الهدف وبدون منافس لفترة قصيرة وبمنطقة تدريب ضيقة. أنا أحب ما يعرف بمنطقتي الجزاء، يعني أكو 18 ياردة مؤشرة خارجية بهذول اللاعبين المهاجمين ولاعب الوسط، بينما اللاعب الجناح يكون خارج هاي ال 18 ياردة في 18 ياردة، يعني يتحرك بالفراغ اللي خارج منطقتي الجزاء. صلوا معي على سيدي رسول الله الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين شفاعنا يوم الدين. د.موفق من العراق، سجل، شكرا جزيلا.